طالعة عربية. خليني اسالك سؤال برضو صريح، هل الامور جوه نادي الاسماعيلي صعب ان ولاد النادي يشتغلوا؟ يعني كابتن علي بوجريشة هو اسطوره من اساطير الاسماعيلي، جه شويه وما كملش كتير. بص خليني اقول لك حاجه، وتحفظ على الاسباب، يعني هو الراجل من كتر ما بيحب المكان ما قالش هو مشي ليه بسرعه. خليني اقول لك على حاجه، يمكن الناس كده تزعل مني وما فيش حد عنده الجرأه ان يقول الكلام ده. المهندس ابراهيم عثمان مش اي حد يشتغل معاه، بمعنى لازم يكون ولائك الاول والاخير ليه، وهو شايف ان كده صح مش حاجه غلط. ماشي. في كوادر كتير الناس بتطلب بوجودهم زي كابتن محمد صلاح ابو جريش على سبيل المثال، راجل اسمه وراجل. كابتن محمد محمد صلاح يا جماعة. انا اتعاملت معاه، سيبك من التاريخ وكل الكلام ده، كراجل شخصيه، كراجل فكر، كل شيء اسم براند النادي الاسماعيلي. صح. لما يرفع سماعه التليفون على اي لعيب جديد، انا محمد صلاح، انا محمد صلاح لعيبه اتخض. صح. محمد صلاح ابو جريش برضه اسم كبير. صح. كل دول ما لهمش تواجد لان هم مش على هوا المهندس ابراهيم. فدي علامه استفهام كبيره جدا، لازم يفصل الناحيه الشخصيه عن الناحيه العمليه. صح. طب النهارده مش بتكلم مع كابتن محمد صلاح بس، في اسماء كتير عشان جدا ما ننساش حد. جدا. لكن هو لازم يبقى على هواه تقريبا كل جيل كابتن محمد صلاح ابو جريشه مش موجودين تقريبا. لا، والجيل اللي قبله واللي بعده واللي قبله واللي قبله، يعني في كتير قوي. بس انا بقول لك انه لو بذكر كابتن محمد صلاح ابو جريشه جيله كله تقريبا مش موجود في الاسماعيلي. انا متفق معاك، بس يعني النقطه دي بالتحديد يمكن الناس في الاسماعيليه عارفينها لكن بيخافوا يقولوها. مش اي حد هيشتغل مع المهندس ابراهيم، لازم يكون على هواه قوي قوي قوي. وهو راجل شايف، خلي بالك، هو مش شايف ان هو بدور النادي، يعني هو مهندس ابراهيم برضه شايف ان الولاء ليا لازم يكون موجود بنسبه 150% عشان واحد واثنين وثلاثه واربعه. يعني هل الناس اللي موجوده من ولاد النادي ولائهم ليه اكتر من النادي؟ يعني لو شايفين حاجه غلط ممكن ما يقولوش؟ لا، مش بص، انا مش عايز اقول لان كلهم كباتن وكلهم ناس، مش عايز اقول ناس بتاكل عيش او بتاع، لا لان كلهم قامات واسامي كبيره. لا انا مش قصدي كده والله، بس انا قصدي ان انا لا، في بيحصل في ناس بتتمادى. يعني هقول لك على سبيل المثال، مثلا المهندس ابراهيم عثمان بيعمل حاجه خطيره جدا. واي انا بشوف ان اي مدرب بيوافق على الكلام ده، دي جريمه. ايه بقى؟ ايه هي الجريمه؟ هو مثلا غضبان على عمر الوحش. حلو. ما يلعبش، اي مدرب بيجي ما بيلعبوش. طب ما تسيبه فني. يعني خلي كريم خطاب والمدير الفني اللي ماسك، هل عمر يصلح او يصلح؟ عمر لعيب كويس قوي. عمر بقى بفرمان من المهندس ابراهيم، ما بيخش التمرين. ليه علاقه بالتجديد؟ لا لا خالص، هو مجدد، هو عايز يمشي، عايز يمشي. لا انا بديك، انا مش بدافع عن عمر او لا بهاجم. فاهم. بس انا بديك يعني مثل، ليه السبب؟ ممكن انا بديك مثل يجي يقول لك في، لا في سبب وعمل كذا كذا. انا ما بحترمش اي مدرب يسمع لرئيس النادي. المفروض ان هو راجل مدير فني، عمر الوحش فنيا يصلح ولا لا يصلح؟ لا يصلح ما يلعبش، على الرغم ان عمر فترات كتيره جدا مستواه في النازل. طبعا. دي حاجه تانية، لكن المدير الفني اللي يقول. صح. انما انا كرئيس نادي قد اوردر، انا شايف ان دي جريمه في حق المدرب، وبالبلدي كده مش شيك يعني. طب ما انا قصدي كده، في مدربين بيشتغلوا من ولاد النادي وشايفين حاجات غلط زي دي، زي مثلا فرمان باستبعاد عمر الوحش. هيمشي. اللعيبه لا تصلح لتمثيل الاسماعيلي بتيجي الاسماعيلي، وعادي هو بيسكت. هيمشي علشان عايز يشتغل. انا بقول لك كلام ما حدش هيقوله على فكره، يعني الكلام اللي انا بقوله ده جريء شويه. انا بسالك ممكن سؤال، الناس تزعل مني. انا عارف ان محدش هيجاوب عليا كده. هيمشي المدير الفني اللي مش هيسمع الكلام، هيمشي المدرب اللي مش هيسمع الكلام، هيمشي المدرب اللي بيتعامل مع ناس معينه في اسماعيليه، هيمشي. يعني اسماعيليه بلد صغيره. طبعا. في ناس معارضه. انت ككريم لو اشتغلت في النادي الاسماعيلي ما تتعاملش مع الناس دي، لو اتعاملت مع الناس دي هتمشي. كلامي واضح؟ لو اتعاملت مع كريم هتمشي، فبالتالي تلاقي الناس دي بره الموضوع. ما تطلعش تهاجم، تطلع يعني ايه، مش عايز اقول تطبل بلغه الكره، بس يعني ايه، لا انت في صفنا. فبالتالي تلاقيك انت مكمل، وبرضه اسماء كبيره ومحترمه. انا مش بهاجم حد والله، كلهم كباتني وقائع يعني.